حياكم الله مشاهدينا الكرام في الفقرة الثانية من برنامج سنابل الخير. الكثير من الأسر لم تعد تستطيع التحمل، وذلك بسبب الوضع الاجتماعي والاقتصادي والصحي. خلونا نستعرض الحالة الثانية، تابعونا. عندما يحاصرك الألم من كل جهة، عندما تشعر بأن الدنيا أصبحت ضيقة المساحة أمام أمنية الشفاء، تصبح المعجزات أمنية لكن لا يصعب تحقيقها، فرحمة الله أكبر من كل شيء. هذا حال أحد الأسر العفيفة التي تعيش واقعاً مزرياً يندى له القلب كمدى. لي 2 أولاد، الولد الأكبر أحمد عبد محمد زيد أحمد كتم أليسة الحركة والعيشة إلا بالماء، إذا فقد الماء بعد شوية سيتعرض للخطر. ولدي برضو الثاني موسى عبد محمد زيد أحمد حوالي عمره 12 عام، أيضا أليسة الحركة في البيت أو في المدرسة أو في العمل إلا على الماء، إذا فقد الماء حوالي ساعة أو ساعتين معرض حياته للخطر. هذه الأسرة كبيرة العدد، يعاني فيها الأخوين موسى وأحمد من حالة مرضية تتمثل في نقص المسامات، لذا يتطلب جسدهما الرش بالماء كل نصف ساعة، وإلا كان الموت مصيرهما. أواجه مشاكل كثيرة خاصة في النهار، أنا وأخي موسى عندما نذهب في المدرسة أو في مكان آخر لا نستغني عن الرش أنفسنا بالماء لمدة نصف ساعة. حياتنا صعبة لكن نسأل من الله الفرج. والدهما أصيب بشلل نصفي أقعده عن الحركة منذ أكثر من 12 عاما، كان يعمل في مجال الخدمة العسكرية، ثم أحيل للتقاعد براتب لا يتجاوز 20,000 ريال، مصاب بعموده الفقري وأكياس في الرقبة. كنت عسكري منذ 25 عام واصطبت بهذه الحالة المرضية، وبعد فترة روحت للبلاد وعرضت نفسي شخصيا في الحساب الخاص. راتب 20,000 ما يقدر يصرف على جهال، ما 10 أنفار ما شاء الله، هو في حالة يعني حرجة. نرجو من أعمال أهل الخير والخيرين أن يساعدوا مع هذا الشخص وأولاده أن يعالجوهم، ومن يستطيع جزاه الله خيرا. أوصى الأطباء هذا الأب بضرورة السفر للخارج، وكان قد استطاع الحصول على منحة علاجية من الدولة لكنها توقفت بسبب الحرب، لذا لم يستطع إكمال معاملاته وإنهاء معاناته وأطفاله. عندما قال لي بهذه الأعراض المرضية قال لي عندي عليك بالسفر إلى الخارج، فمن هناك شكيت على حسابي الخاص، تابعت هذا الطبيب في صنعاء وكنت استقبلت الإجراءات الكاملة لسفر إلى برا، ولكن تعرض إلى الظروف لما اندلع الحرب، وبعد فترة عدت إلى البلاد. أصبحت الآن عاجز، لن أستطيع أقوم بأي علاج على حسابي الخاص، ولا أقدر أقابل أي شخصية قوية تبرزني إلى هذا العرض حالتي المادية والشخصية. عبد أحمد زيد هذا يعني يعاني من الأمراض هاي هو وأولاده، وأنا كانت هنا ساكن في عدن نزل عندي يعني تابعنا لشكري هذا، وخرجنا له تقرير وكنا نشتي نسفره للخارج على حساب الدولة والمرافق يعني على حسابه، ما قدر قرح الحرب عليه ولا مقدر عليه يسافر، ولا حالته حرقة، وأولاده هذول الاثنين يعني إذا مشى الواحد نص ساعة ما فيش معاه مي يعني انتهى. المي عرضه واصل نص ساعة قد حر احتل عليه، وفي الليل لما يرقد يعني 3 مرات 4 مرات يكون واصل الدب المي جنبه، إذا تهاون منه قليل مات، واصل يرتش بالمي. حالتهم يعني صعبة حرقة
يدرس الطفلين في الصف السادس وقد أعفتهما المدرسة من طابور الصباح كون الشمس تؤذي صحتهما، لذا وبعد صلاة الفجر مباشرة ينطلق الطفلين لتجميع ما يستطيعان من رزق الله، ثم يعودان سريعا للبيت خوفا على حياتهما. الماء صديقهما الوحيد الذي لا يفارقونه، وجعلنا من الماء كل شيء حي. أنا موسى عبد محمد زيد في الصف السادس، لا أستطيع حضور الطابور الصباحي خوفاً من التعرض للشمس بسبب نقص المسامات. نتمنى من فاعل الخير دعماً والوقوف معنا في هذا المرض من حيث العلاج والدعم. أشعر بالألم لمعاناتهم اليومية وهم مهددون بالموت في أي لحظة. أناشد رجال الخير لمساعدتهم ومساعدة والدهم نظرا لظروفهم الصعبة. أنا أوجه هذه الرسالة لفاعلنا الخير من أراد أن يسأل وأن يفعل معي خير فجزاه الله خيرا، لأنه كان عرضت هذه حالتي الطبية إلى ألمانيا، ولكن لأن عندي أي قدرة على حالتي الشخصية. هذا رقم هاتفي 734-115-016. هذه المعاناة وغيرها ارتبطت بواقع مؤلم يزيد الفقر بؤسا إلى معاناة المرض. هنا في منطقة المضاربة محافظة لحج تجد الألم مستحوذاً على قلوب الكثيرين بمن شقت عليهم الحياة، ومنها أفراد هذه الأسرة التي تحتاج لدعمكم ومساعدتكم. أعزائي المشاهدين، وكما عودناكم أننا نقوم بزيارة الحالة السابقة لنستعرض أكثر ما هي الأشياء التي تم دعمهم بها من فاعلين الخير وماذا يحتاجون بعد. لذلك سنقوم الآن بزيارة أحد هذه الأسر لنتعرف أكثر عن تفاصيلها. دلال في ربيعها 18، عدنا لها اليوم بعد زيارة سابقة لها. دلال التي تعاني من سرطان في الغدة الدرقية والذي انتشر آثاره للرقبة والصدر. أشكر فاعلين الخير الذي تجاوبوا معي من أول، بس ما حصلنا شعني الذي تكفينا. أنا معي جلسة يود ويحتاج معي 4 جلسات بين كل جلسة وجلسة 6 أشهر، يعني ما حصلناش مبلغ كافي وأنا محتاجة للسفر ضروري لأجل لا تأخرنا عاد زيادة المرض يرجع ينتشر من أول. أشتي أفعل أعمل جلسة اليود المشع من أجل أعيش وأعيش حياتي مثل بقية كل بنت. أشتي أدرس أكمل دراستي، وأبي قد فعل كل ما يقدر ما استطاع ما معاه ورهن بيتنا، وما فكرش بمستقبل اخواتي، فكر انه بس يعالجني. وما كانوا يحاول انا يئست، بس هو ما يئسش، ما كانوا يحاول انه يعالجني، بس ما قدرناش نجمع حق العلاج كافي. عاد احنا ما جمعناش حق العلاج. دلال لم تجد الدعم الكافي لانقاذ حياتها، كما انها تحتاج ل4 جلسات من اليود المشع، وكل جلسة خلال 6 أشهر 250,000 هو كل ما حصلت عليه دلال. شكراً لمن تعاون معها، وألف شكر لمن سينقذ حياتها بأجر عظيم عند الله. أنا
أعزائي المشاهدين، هموم الناس كثيرة وهموما تختلف عن بعضها البعض، منهم من يعاني صحيا، ومنهم من يعاني اجتماعيا واقتصاديا، ومنهم أيضا من يعاني الثلاث الأشياء في آن واحد. لذلك لا تنسوا أن تتواصلوا مع هذه الحالات، فهم في أمس الحاجة إليكم. أشكر كل من ساهم وساعد الحالة الثانية، ونتمنى الاستمرار في ذلك. نكون هنا قد انتهينا من محطتنا لهذا اليوم، أمل أن ألقاكم في الأسبوع المقبل. انتظرونا.